السلام عليكم سيزار. بيان بيان بيان، مرحبا بكم الناس ديال تمارا، الناس الرباط، الناس كازا، الناس تسلال، مواليد الكلاب بصفة عامة. تنتمنى من الله ومن الجمهور ديالي المشاهدين يديروا لي ابوني، كاع اللي كيشاهد خارج الوطن داخل الوطن مرحبا بكم عندي، اللي كيشوف الفيديوهات ديالي يدير ابوني يدعمني. ان شاء الله عندي الجديد، عندي شي حاجة الجديد ديال التريساج، عندي شي حاجة مزيانة ان شاء الله مخبيها هلو هاد اليمن ان شاء الله. ماشي مشكل، عندي واحد الموضوع باغي نهضر عليه ديال الكلاب. اللي عنده شي كلب مريض بغا استفادة مرحبا نفيدو، كاين ادوية كتحيد المرض قبل ما يمرض الكلب، كتشيل ليه واحد السيرو قبل. لك عندك صغير كتاخد داك فيرموكس، ولا كتاخد ليه كيناك، ولا كان كبير كتاخد فيرموكسين كتعطيها ليه مع دانون ولا مع الحليب مزيانة، كتحط ليه الحناش، كتحط ليه السين، تا كلشي، كتخلي الكلب اكتيف كياكل مزيان رشيق. ما عليناش، واللي بغا شي حاجة يدخل لاشين ويشوف. ورا مازال عندنا الجديد، ومرحبا بالناس كاملين ديال اليوتيوب اللي تيتفرج فينا واللي متبعنا واللي ما متبعناش، مرحبا بكم عندنا. وتنشكركم على حسن المشاهدة، شكرا. نعاود نكرر، مرحبا بكم عندي في القناة ديالي، مرحبا بكم الحباب اللي كيشاهدوا القناة ديال علي بوجي، مرحبا بكم. ابوني، برك على الجرس، تفرج الجديد، ديما الجديد كاين مليح، عندي شي كلاب ملاح تبارك الله، شي فيديوهات ملاح تبارك الله. عما قريب غنلوح شي حاجة تسلطي ديال بصح، شي حاجة دريساج بالعينين، كندريسي الكلب بعينيا، كندريسي الكلب بيديا، كنتحدى أي واك أي شخص عنده كلب قبيح يجيبو ليا نطوعو، ولا اللي بغا بدون داعي لي نديرو العصا ولا شي حاجة، شي من النوع، ما عندناش العنف، بدون عنف، بالمقابل، كلشي بالمقابل. اللي بغا يدريسي شي كلب إن شاء الله مرحبا، دريساج كومبلي مرحبا، وألف مرحبا معنا في القناة، وكنشكرو كاع الجميع، والسلام عليكم. واللي كيتابعنا من خارج الوطن، من داخل الوطن مرحبا بيه، وكنشكرو كاع الناس اللي دايرين لنا أبوني، وكنشكرو كاع الناس اللي غيديرو لنا أبوني، والسلام عليكم. كاع المتتبعين الكرماء، على لي زابوني وعلى لي جيم وعلى كلشي، وسمحوا لنا الا كاين شي خطا ولا شي حاجه غير مضبوطه في القناه، والسلام عليكم ورحمة الله.